النشرة الرئيسية من الفضائية التربوية. مساء الخير. أوضح مدير الامتحانات في وزارة التربية يونس فاتي أن المرسومة 108 المتضمنة تعديل تعويضات أعمال الامتحانات العامة في وزارة التربية ومدارس التعليم المهني في الجهات العامة المعنية الأخرى شمل القائمين على العملية الامتحانية بجميع مفاصلها من مراقب ورئيس مركز وأمين سر مركز ومندوب تربية ومصحح والمشرف على الأعمال الامتحانية من الوزارة أو من خارجها، حيث ازدادت أجور التصحيح بنسبة 200% عما كانت عليه، مبينا أن المرسوم شمل تعويضات المكلفين على خدمة اللجان من مستخدمين وسائقين حيث ارتفعت أيضا بنسبة 200%. 29 مركزا في أغلب أحياء مدينة حمص لتقبيض الرواتب لموظفي قطاع التربية. علي عياش وهذا التقرير. ضمن الإجراءات الوقائية للتصدي لفيروس كورونا، بدأت مديرية التربية في حمص بتقبيض الرواتب للعاملين عن شهر أيار عبر توزيع المعتمدين على المدارس في المناطق السكنية لتخفيف الازدحام عن مركز المدينة. هلا أنا إلي شيء تقريبا نص ساعة هوني، والحمد لله يعني في بين كل شخص وشخص مسافة منيحة، الحمد لله، ونظافة وتعقيم على ما يرام. الإجراءات المتخذة من مديرية التربية هي إجراءات ممتازة ورائعة، خففت الضغط كثير بموضوع تقبيض الرواتب. مثل ما شايفين حاطين يعني التعقيم موجود، الدور موجود، تنظيم الدور موجود، مسافات الأمان اللي حاطينها، عاملين تباعد، هذا أدى لرياحة كثير بموضوع تقبيض الرواتب. تقبيض ممتاز، ما أخذنا وقت، ما صار لي 10 دقائق ولا أقل من 10 دقائق، بشكل مثل على الدور يعني على الرقم، وقاعدين ممكن بعيدة عن بعضها، يعني ما في ازدحام نهائيا مثل ما شفت جوا، بالعكس كثير شغلة حضارية وشغلة كثير حلوة. بدأنا اليوم بتوزيع الرواتب وبدأ الدوام اليوم منذ الساعة 8. قام المعتمدين بتجهيز رواتبهم، وتم تكليف مدراء المدارس والكادر الإداري في هذه المدارس بتنظيم الدور بناء على أرقام معتمدي وتأمين جلوس الزملاء المدرسين إما على مقاعد الدراسة أو على بعض الكراسي. ومن خلال جولة قمت بها اليوم على هذه المراكز منذ الساعة 8:30 حتى هذه اللحظة، الحقيقة الأمور تسير بشكل رائع جدا وممتاز، وتحقق سلامة الزملاء المدرسين، ولا يوجد أي حالة ازدحام. إن هذه الآلية أتت نتيجة سلسلة اجتماعات قامت بها مديرية التربية ودرست هذا الموضوع بدقة وبعناية. افتتح في المدينة الآن ما يقارب 29 مركز لتقبيض الرواتب، وهذا ما خفف علينا عناء الازدحام وما يسر الأمور وسارت الأمور بشكل جيد. والعمل الحقيقة في حتى هذه الساعة تقريبا من خلال زيارتنا إلى المعتمدين تقريبا تم تسليم ما يقارب حوالي 55% من رواتب الموظفين في المدينة منذ الصباح حتى هذه اللحظة. تعقيم مراكز تقبيض الرواتب باستمرار والالتزام بمسافة التباعد الاجتماعي بين الموظفين حفاظا على صحتهم وصحة عائلاتهم. لأخبار التربوية، علي عياش، حمص. يعني هذا كل ما لدينا، لمزيد من الأخبار زوروا صفحة الفضائية التربوية على الفيسبوك. إلى اللقاء.